مرحبا فيكم احبائي اصدقائي وما كنتم تعبوني اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه فيديو جديد وطبخه جديده اليوم طبختي كثير كثير طيبه راح اعمل اطيب حميس وان شاء الله راح تنال اعجابكم اذا عجبكم لا تنسوني ودعموني مشان تشوفوني بشكر كل واحد عم يدعمني بشكركم جميعا فردا فردا واهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا تتابعوني هلا بدنا نجهز حالنا ونروح على المطبخ بلش بسم الله هون عندنا لحم الخروف اخذنا من الفخذه يعني تقريبا كيلوين وربع وراح نبلش نقليه عندنا طنجره نزلت عليها شوية زيت طبعا لو كان في ليه كان تطلع اطيب بصراحة بوقت ما توفر معي يعني كتير بتطلع نكهة غير رح ننزل اللحمة نص الكمية طبعا على دفعتين الدفعة الاولى وبتكون الحرارة كتير عالية وما بنغطيها لا تستوي من تحت تأخذ لون وبعدها بنحاول نقلبون على هالشكل هاد مثل ما شايفون بالصورة ، أهم شي لا تغطوها ولا توطوا الغاز ، يعني بتكون الحرارة قوية وهيك رح يتغير لونها ، طبعاً هاي كمية الكمية بعد ما بتاخذ لون راح نقيمهم مثل ما شايفين وننزل بعد الكمية مثل ما شايفين بالصورة هي نزلنا كمان طبعا رح اعملها على هالطريقة هي وفي طرق تانية كمان ان شاء الله فيديوهات قادمة راح أنزل أكتر وأكتر اليوم عملنا على هالشكل هات متل ما شايفين بعد ما أخذ لون رجعنا باقي الكمية على الطنجرة هاي كل الكمية هاي شوية زعفران هاد بيعطيها لون يعني ما الها طعم منو فيكن تحطوه وفيكن تستغنوا عنه هاد برجعو حطيت ورقه وحطيت نومي وقطعه بصله هاي منكهات طبعا رح حركن كتير منيح مثل ما قلتلكن لو كان في ليه كان رح تطلع اطيب هون رشينا عليها شوية فلفل أسود راح نحركها كتير منيح لا تنشف ميتها على الأخير راح ننزل عليها الملح بالنسبة للملح أنا بحطها ما عندي أي مشكلة باعتبار بعملها بطنجرة الضغط يعني انتو فيكم تخلوها لبين ما بتستوي وتحطوا عليها الملح اما انا بلاقيها هيك اطيب فحسب ما انتو بتحبوا انا بخليها مثل ما شايفين باخذ اخذت هاللون هذا وعندي ربع بصلي البصلي هلا راح تشوفوها قد ايه هاي كامله اخذت نصها وهي نص نصها يعني اخذت ربع بصلي ورح ناخد نحتاج بندورة كتير صغيرة هاي رح نقشرها تخلص من القشر تبعها هي كتير صغيرة وحتى البصل كتير يعني تقريبا مقدار ملعقة بصل مفرومة وهي كمان لازم تكون مستوية كتير البندورة يعني قد ما كانت مثل المي أحسن راح أعملها أفرمها كتير ناعم مثل ما شايفين وبعدها مقلاي راح انزل شوية زيت كتير يعني نقطة كتير قليلة وراح انزل البصل راح أحركه لتاخد شوية لون وراح نحتاج شوية ثوم مثل ما شايفين حبة ما راح يعني نص حبة ثوم فقط لا غير يعني مجرد نكهة كتير صغيرة رح نحتاج نص ملعقة كتير صغيرة دبس فليفلة رح نحاول نقلبون كتير منيح لتاخد لون البصل وراح ننزل عليهم البندورة اللي فرمتها طبعا رح استمر بالتحريك ما بوقف والنار بتكون عالي كم دقيقة وبطفي من تحتها وبضل بحركه بستمر فيه لا تاخد هاللون هات او هي القوام هات مثل ما شايفين هلا طفيتها وهي هي النتيجه مثل ما شايفين راح انزلها على اللحمه وبحاول احركهم مشان اللحمه تاخذ نكهه هي المراه طبعا بتعطيها نكهه كتير طيبه بغمرة بالماء يعني وبعدها بغطيها استنى عليها لتغلي مشان الرغوة هي كلها تنقم شوفوا ليها لازم نقيم كل الرغوة بعدها انا بنزلها على طنجرة الضغط وهي هي النتيجة ويلي يعني ما عنده طنجرة الضغط فيه يتركها هيك لا تستوي بس بعد مرور عشرين لخمسة وعشرين دقيقة بتكون على هالشكل هذا طبعا حسب نوع الطنجرة أنا عندي عشرين دقيقة وصارت جاهزة هلا هون عندي رز أربع كاسات والحبة قصيرة حبيت اليوم أعملها بحبة قصيرة رح بلش أغسلهم كتير مني وبعدها برجع هون نزل شوية زيت راح أعمل الرز بالشعيري بحاول أقلي الشعيري لتاخد هيك اللون الذهبي مثل هاد وبعدها راح أنزل الرز الرز كتير غسلته طبعا ما نقعته غسلته كتير كتير منيح وفيكن انتو تنقعوه بس اذا نقعتوها لازم تقللوا من المي تبع انا راح اقليها شوي بعدها بنزل عليها اربع كاسات مي هني اربع رز تحتاج من كاسات طبعا بالبداية هون اربعة راح مي انزلها هحركهم كتير منيح وبعدين ننزل عليهم شوية ملح طبعا أنا حطيت هالكمية لانو راح حط المرأة مشان هيك خففت الملح هي ملعقة كتير صغيرة وكمان عندي نتفة كتير صغيرة من الملح الليمون وهي اختياري إذا بتحطوها بين الرز بتضل كل حبة حبيب بحبتها ما بتلزق بعضها بنوب بنوب وما بتعطيها طعمة لانو الكمية كتير قليلة راح ننزل عليه المرأة طبعا أربع كاسات مرقة لحمة كمان يعني صاروا ثمان نزلنا قبل هلا أربع كاسات مي صاروا ثمان كاسات مي لأنه استخدمنا أربع كاسات رز مثل ما شايفين راح نحطيها ونتركها بعدها على آه نار كتير هادية عشرين دقيقة وبتكون جاهزة انا غطيناهم وتركناهم شي خمسة وعشرين دقيقة على اوطى درجة وهي هي النتيجة مثل ما شايفين طبعا انا عملت اربع كاسات مثل ما خبرتكم الرز اخذت مني ثمان كاسات المي مع المرق وهي هي هون عندي زلاط كمان على الفلفل ملون عندي خيار عندي جزر بصل وبقدونس عندي بندوره راح اخلطهم كتير منيح صراحه حبيت اعمل فتوش وما زبط معي لانه ما لقيت بقلي فحبيت اعمل الخضره الموجوده بالبيت نحط عليها شويه خل ونحطهم على جنب لما نحط عليها خل بتضل الخضره مثل ما هي يعني تحافظ على قوامها هون قليت شويه خبز عندي عصير الليمون حطيت عليها زيت الزيتون ونزلت دبس الرمان وكمان نزلت شوية نعناع ملح شوية سما راح اخلطهم كتير منيح وهاي بحطهم على جنب عند التقديم بنزل على السلطة هيك بتكون جاهزة وما بتلبك فيها هلا هون رجعنا للرز طبعا من التقديم اختياري شوفوا لي رزاتي ولا اربع كل حبة بحبتها كتير ريحتها بتشهي انا بعملهم على هالشكل هاد بتمنى يعجبكم وبشكر كل واحد انضم الى قناة جديد واهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا تتابعوني بصراحة عندي كم طريقة للحميس اليوم قدمت على هذا الشكل هذا وان شاء الله راح تشوفوا فيديوهات تانية وانواع تانية مختلفة بتمنى تعجبكم الطريقة الطبخي عندي هذا الخبز اللي توفر معي طبعا كل شيء ناعمة راح اقدمه على هالشكل هذا واللحمة دايبة ذوب لو بتشموا الريحة بتجنن إذا عجبكم الفيديو هاتي بتمنى لا تنسوني دعواتكم ولايك حلو وكلمة جميلة أو شكرا سلفا هيك أحباي بنكون وصلنا لنهاية وصفتنا لليوم بتمنى قدمت شيء فاتكم ونالت أعجابكم إن شاء الله عن قريب رح نلتقي فيديو جديد وطبخة جديدة بإذن الله وهي هي نتيجة مثل ما شايفين انتو الصورة قدامكم احكموا ورح استنى كم واحد راح يحط لي دعوة حلوة طبعا راح اورجي اللحمه كيف مستويه وبعدها راح اودعكم ها هي, هي شوفوا لي صوره هاي اللحمات شوفوا لي الرز بالبدايه شوفوا لي كل حبه بحبتها يعني هالنقطه الحمض راح تساعدكن كتير كتير طريقه كتير حلوه شوفولي اللحمه يعني دايبه دوب وريحتها بتشهي وبشكر كل واحد عم يبعتلي لي عن انستغرام طبخاتهم انا كتير بكون مبسوطه لانه انتم مبسوطين من النتيجه بشكركم جميعا فردا فردا شوفوا لي اللحمات وانتو احكموا وهيك دمتم جميعا في امان الله والسلام وعليكم